في قياس يتحدثون عن انخفاض في نسبة تسرب طلاب الجامعات. في التفاصيل أكد نائب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور عبد الله القاطعي أن هناك مؤشرات يدرسها المركز باستفاضة حول أمور تتعلق بالرسوب والتسرب والمدة التي يقضيها طالب الجامعة وربطها بنتائج الاختبارات. وكل المؤشرات التي وصلتنا إلى الآن تدل على أن هناك انخفاضا ملحوظا في نسب تسرب طلاب الجامعات. الحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا الدكتور عبد الله القاطعي نائب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم. دكتور عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا ابو عمر. الله يحييك. بدايه واحنا نتحدث عن انخفاض في نسب تسرب طلاب الجامعات، ما هي الاسباب فعليا التي ادت الى هذا الانخفاض وكم تبلغ نسبه الانخفاض؟ وانت عارف يعني بالنسبه للعمليه التدريسيه يعني تحتاج إلى نوع من الاختيار أو التصنيف بالمعنى الأدق للقدرات، بمعنى أنه بعض المواد الدراسية يعني بعض الكليات والأقسام تتطلب مستوى مختلف من القدرات عن البعض الآخر، ويعني من أجل هذا أنا أعتقد أنه وضع الشخص بمعنى آخر أنه وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني من هذا المنطلق يعني كانت الفلسفة العامة اللي أهداف اختبارات القدرات العامة، ومن الطبيعي جدا أنه يعني هذا يساهم في حل الإشكالات اللي التعثر اللي ممكن يحصل عليها الطالب أثناء دراسته في يعني أقسام تتطلب مستوى قدرة أعلى، ثم بعد كذا يؤدي به ينتهي به المطاف إلى أن يترك الجامعة. جميل. طبعاً الإحصاءات المؤشرات الأولية تدل على أنه يعني من أول كانت نسب تفوق 25%. الآن يعني تقريباً يعني قبل فترة جرينا عدة دراسات تشير إلى أنها حوالي 11%. الآن إحنا عندنا دراسة يعني متكاملة لفوج كامل بدأ فيها من أشهر ونتوقع إن شاء الله أن تنتهي يعني خلال هذا العام، وطبعا فيها معلومات إحصائية دقيقة جدا عن جميع الجوانب اللي تتعلق بالرسوب التسرب التحويل الدراسي. جميل. بمعنى أنه إحنا يعني نود أن نطلع المجتمع على الإنجازات اللي أو الفوائد اللي تعود عليهم من خلال يعني الاختبارات اللي يجريها المركز. دكتور يعني لماذا نسبتم نسبة انخفاض التسرب لقياس ولم تنسب للسنة التحضيرية؟ يعني السنة التحضيرية يعني كانت فارق للجامعات في وللطلاب أيضا، لماذا لم ينسب لها يعني انخفاض قلة التسرب؟ طبعا احنا المؤشرات اللي جمعناها كانت أولا قبل اعتماد السنة التحضيرية، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه في بعض الجامعات كان هناك سنة تحضيرية منذ فترة طويلة، يعني أعطيك مثال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك سعود كان فيها سنة تحضيرية للكليات الهامة زي الكليات الصحية، ومع ذلك كانت نسبة التسرب فيها عالية جدا. يعني أعطيك مثال من واقع جامعة الملك سعود، يعني كان يعني الاختيار لحوالي 1500 أو 1600 طالب، في حين انهم يعني الاهداف يعني الارقام المستهدفه اقل من حدود 900، فلانهم يفترضون انه من خلال تجاربهم خلال عده اعوام وجدوا ان مجموعه كبيره من الطلاب بعد السنه التحضيريه ينتهي به المطاف الى خارج الكليات الصحيه. جميل. طيب دكتور الى اي مدى فعليا يعني اختبارات قياس تنصف الطالب او تبين يعني المستوى الحقيقي والفعلي للطالب؟ هو طبعا يعني احنا بالنسبه للقدرات العامه يعني عمليه الاعداد لهذه الاختبارات التحري عن جودتها هو المحك الاساسي لفعاليتها. يعني اعطيك مثال من اختبار القدرات العامه، يعني الاسئله اللي يعني تكون ضمن الاختبار وحتى الاختبار التحصيلي لابد ان تجرب تمحص تعرض على عده لجان، يستغرق التمحيص لأن يكون أي سؤال من بداية كتابته حتى أن ينتهي به المطاف في أحد الاختبارات حوالي 18 شهر، وهذا يعني المدة هي المدة التي نقضيها في تمحيص مثل هذه الأسئلة. هذه ناحية. الناحية الثانية الدراسات البعدية اللي نجريها اللي نتعقب فيها الطلاب، انه احنا يعني اي مجموعه او فوج يدخل الجامعه وسبق لها ان اخذ اختباراتنا
نتابع درجاتهم في او معدلاتهم التراكميه في الجامعات ونجري علاقه بين الاختبارات اللي يعملها المركز وبين هذه وبين ادائهم في الجامعه. وجدنا انه يعني انه هناك علاقه ايجابيه وجيده بين ادائهم في الاختبارات اللي عندنا والاداء في المعدل التراكمي، بمعنى انه الناس اللي درجاتهم تكون عاليه عندنا في العاده يكون معدلاتها التراكميه في الجامعه مرتفعه. جميل. والمنخفضه درجاتهم تكون منخفضه، فهذا مؤشر على انه يعني احتماليه النجاح في الجامعه. جميل. لكن دكتور يعني قبل فتره يعني انتشر يعني شهر او شهرين انتشر معلومات عن طالب يعني اخذ نسبه 100% واعيد في القياس واعيد او طلب منه اعاده الاختبار مره ثانيه، يعني لهالدرجه الاختبارات صعبه تستبعدون ان احد ياخذ هذه الارقام؟ انا اعتقد اول شيء ان الحاله هذه مو صحيحه. لانه اي درجه تحجب يعني تحجب عن طريق الحاسب ولا يعرفها لا الاشخاص اللي يتواصلون مع الطالب ولا يعرفها يعني الكثير من الاشخاص. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه احنا الان يعني كان عندنا يعني حلقه في بدايه يوم السبت الماضي ووضحت فيها انه احنا عندنا تقريبا حوالي يعني نسبه الناس اللي ياخذون درجات عاليه في اختباراتنا اعلى بكثير من نسبه الناس اللي ياخذون درجات منخفضه. احنا كان عدد الاشخاص اللي اخذوا اكثر من 82 اللي هي اللي الاعلى 5% من الطلاب كان حدود 8000 الناس اللي اخذوا درجات منخفضه جدا كان حدود 7300 او شيء من هالقبيل. احنا اولا لا نحارب الدرجات العاليه وينبغي انه احنا ونسعى الى ان يعني بالعكس ان نصنف الناس او يعني ان نشير الى الناس اللي درجاتهم مرتفعه حتى يستفيدوا من المجتمع. جميل. لكن ذكرت دكتور يعني في جائزه قياس نكرم افضل مجموعه من الطلاب اللي حصلوا على درجات فوق ال 90، يعني فيهم طلبه اخذوا 100. فاحنا بالعكس احنا نعتقد انه اصحاب الدرجات العاليه هم الثروه الحقيقيه للمجتمع. جميل. وينبغي التركيز عليهم واعدادهم حتى احنا الان نحاول مع الجامعات ان يكون لهم رعايه خاصه. طيب دكتور انت تقول انه الدرجات تكون محجوبه ولا يعرف عنها، فعليا كيف من هو المعني بالاطلاع على مثل هذه الدرجات؟ الدرجات هذه يعني احنا يعني في برامج حاسوبيه بحيث انه لما يكون الفروق بالزائد او بالناقص في حدود معينه تحجب الدرجه ويطلب من الشخص انه يعيد الاختبار. لا بس تبين لي هذه النقطه بالتحديد، يعني ايش الفروقات كيف ممكن يصير؟ يعني خلنا اعطيك مثال انه يعني مثلا القدره العقليه يعني هي ملكه الله سبحانه وتعالى اعطاها الانسان. هذه الملكه تنمو بوتيره معينه، يعني في مرحله الطفوله يكون فيها تسارع، لما نصل الى مرحله المراهقه وما بعدها يكون فيها استقرار. فما ممكن انه الطالب يعني مثلا تكون قدراتها يعني منخفضه وبعد 3 شهور تكون قدراتها مثلا مرتفعه جدا، وايضا ما ممكن يكون الطالب قدراته عاليه جدا في الفتره من الفترات ثم تاتي بعدها ب3 شهور تنخفض انخفاض ملموس. لان السمات هذه لها استقرار، واحنا من خلال تتبعنا الطلبه كلهم اللي ياخذون مثلا درجات يعني ياخذ مثلا 64 ياخذ الاختبار اللي بعدها 67 ياخذ 63 لكنه ما يتعدى هذه الرينج يعني هذا المدى. طيب دكتور ولذلك يعني اي نقله ما هي طبيعيه يعني تصبح يعني مجرد تساؤل نحتاج الى تاكيده، لانه في بعض الاحيان الطالب يدخل الاختبار ولا ياخذه بمحمل الجد. يعني هذا اللي بتكلم فيه، يعني دائما في ناس تتكلم تقول ان الموضوع وبالتالي المره اللي بعدها ياخذه بمحمل الجد ويجيب درجات. احنا نقول ما نقدر نقول شيء. طيب. نقول يعيد الاختبار وبدون مقابل علشان نتاكد انه هذا هو الاداء الحقيقي للشخص. طيب دكتور دائما الناس تتكلم انه اختبارات القياس معتمده على الحظ، يعني الكلام اللي انت قاعد تقوله ما يؤكد يعني صحه هالكلام؟ لا ما ابدا هذا يتنافى مع الحظ، يعني الكلام اللي اقوله انا انه الطالب لما ما ياخذها بمحمل الجد ثم ياخذ درجات منخفضه
ثم بعدين يشد حيله، يعرف انه ترى انه هو بعض الناس ياخذها تجريب، يقول بدخل اجرب ولا ياخذها محمل الجد وياخذ درجات منخفضه، ثم المره الثانيه يهتم بامره وياخذ الامور بجديه فيتفرق الدرجات. في مثل الحاله احنا ما نعرف يعني هل هو ماخذها في الاول محمل جد مو محمل جد، نبغى نتاكد انه فعلا هذا هو مستواه الحقيقي. ليش؟ لانه مفهوم العداله، يعني مفهوم العداله اللي تبناه المركز انه احنا الشخص ما ياخذ الا الدرجه التي يستحقها ولا ينافس شخص يعني يستحق بدرجه عاليه وهو ما يستحق. جميل. طيب دكتور، مخرجات التعليم العام الثانويه العامه الى اي مدى فعليا تتناسب مع اختباراتكم؟ بمعنى يعني ما يقدم في الثانويه العامه وما تقدم في اختباراتكم انتم في قياس، يعني هل هناك تناسب؟ هل نحن بحاجه الى تطوير المناهج، بحاجه الى تطوير اساليب التعليم حتى تتواكب مع اختبارات قياس؟ هو طبعا التطوير يعني اساليب التعليم واساليب التقويم هو شرط اساسي في 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 التعليم العام. يعني بمعنى انه بدل ما اركز على مفهوم الحفظ في كل المراحل التعليميه، انه ينبغي انه نخلي ابنائنا يستخدموا عقولهم شوي، انه الحفظ ليس كل شيء. يعني هو في بعض المواد اللي تتعلق بالمواد الدينيه جيد وممتاز ومتطلب، لكن في المواد الاخرى لا. انا يعني اود انه الاخوه المعلمين والاخوات المعلمات انهم يركزوا على نوعيه الاسئله التي تجعل تخلي الانسان يستخدم عقله شوي، يعني تنمي فيه التفكير. ومن اجل هذا احنا الان شغالين على مقياس للمرحله المتوسطه، علشان اولياء الامور والمدارس تنتبه من اول لابنائنا وبناتنا الطلبه، بحيث انهم اذا فيه خلل يقدر يكون في فرصه انهم يعدلون في مسار التعليم. هل المعلمين لديهم القدره على يعني استنتاج مثل هذه الاسئله التي تعتمد او تستنتج الذكاء من الطلاب؟ ام نحن بحاجه الى ايضا يعني اختبارات قياس المعلمين، تطويرهم وتغيير الاداء؟ احنا جالس اختبارات قياس المعلمين موجوده، لكن احنا على تواصل مستمر مع المشرفين التربويين، وكثير من الناس اللي احنا عندنا سياسه التثقيف للمعلمين. يعني كثير من الناس اللي يكتبون الاسئله عندنا هم من المشرفين التربويين ومن المعلمين المتميزين، سواء في التعليم العام او في التعليم الجامعي، ونعطي لهم دورات بحيث انه نبصرهم بالاسئله التي يعني تقيس هذه الجوانب. ويعني في كل مره احنا نجي مجموعه مختلفه على اساس انه يعني نصيد عصفورين بحجر، يعني نستفيد نحن كمركز وايضا نثقف المعلمين والمعلمات في هذا المجال. جميل. دائما يعني يعني يحتاج الطلاب بالتحديد قبل دخول اختبارات قياس الى دورات تاهيليه، انتم كيف تشوفون هذه المعاهد؟ هل هناك اليه جديده لدى مركز قياس لتغيير يعني فكره هذه المعاهد والتوجه الى التعليم العام للثانويات بالتحديد واعطائهم مثل هذه الدورات؟ التعليم يعني المعاهد التدريب احنا ما نقرها ولا يعني نعتبر انه الشخص ممكن ان يعني تنمو قدراته خلال شهر او اسبوع او اسبوعين، ولذلك نحن لا نقرها. يعني هي كلما يعني الاشياء اللي تفيد فيها معاهد التدريب هي في زياده الالفه بالاختبار، بمعنى انهم يعطونهم التعليمات يعني كيف طبيعه الاسئله الاشياء هذولي، وهذه احنا نقدمها بدون مجانا وبدون اي مقابل على موقع المركز. احنا انشانا موقع للتدريب، حتى مو بس هذه، احنا نعطيهم عملنا مسح للاشياء اللي يخطئون فيها الطلاب كثير والمفاهيم الاساسيه، ويعني اعدنا شرحها وجبنا عليها امثله كثيره، واعطيناهم يعني قدمنا اختبارين كامله من الاختبارات القديمه عندنا. لو الطالب دخل هذه الاختبارات الدرجه اللي يحصل عليها في اختبارات حقيقيه ستكون مقاربه للدرجه اللي يحصل عليها في هذه الاختبارات. فكل هذا الهدف منه هو زياده الالفه بالاختبار، وانا اعتقد انه احنا لا نؤيد المراكز التدريبيه يعني في هذا المجال، في مجال القدرات بالذات. يعطيك العافيه دكتور عبد الله القاطعي، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، شكرا جزيلا لك.